بركة عياشة يقحوتيغا <applause> حقوقها غاركا هاي ليهيني واجباتكا سارن بيانكا الشرعي لغو أساسي بيانكا غالينا برامشيني تدباتكا يو الشرعيغا يو بلشدا وحانا مرتين نوغو حمس محمد سعد و كمي دا شرعيه غانا دا حافيسكا عدالة دا دولو ديانكا الصومالي دا حمسي كسو دوو وحان جعلان إن آد شرحاد الشرعيو وحان نغاسي سيد وعم حي بركة عياشو

مركز كوباد هدي عن قيحنو بركة محل إيرادة قحيتيس محل إيرادة أنت هاس عن قِحْنُ أيانو جد بينا ففهمت حقوقها يو واجبات كسارن ذات كبركة يو ذات كقحيتيجة بركة وحالي ردا ضد دولكي أي دجناين كسو بركة أي سوابو أمن درو أوجد يكون ودن كحدود ده أنك

حقوقه جا يو واجبات كا دولة دك الله مركز شرع جا وحل إلى ده شرع جا إلى علين تا تا دت كبركة ميدو أفريقيا مركز أفريقيا يونيانك يا صوصاري وحنا دقنا جالي لحد بس ديسمبر لبكون يلا بيو طبعا مركز وده مب أي صحيح أو سيناتري ستيت ساعة وده ملا صحيح توبيا كميت هاي سلكو حسن قطب كا شنيا طبعا شرع

Uh, wuxuu leeyahay ujeedooyinka iyo waajibaadka ka saaran dowlada dadka barakaca ama ujeedooyinka loo asaasay harcigan ama loosoo saaray sharcigan marka oaad arcigan ujeedada loo soo saaray waan in kor uh, 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 loo qaado xoojinta talaabooyinka lagaga hortegayo barakaca taas oo mas-uulia dowlada saaran sidoo kale ujeedada sharcigan loogu baahday waxaean in sharci loo sameeyo dadka barakaca ama arimaha baraac qaabkii loo maareyn aha qaabkii looga hortegi lahaa وجدد الصدحاتنا وحلك أي واجبات ك كصارن هيدها بهوداك تاع سد إنجي وسيدا والرضا رأيت كا إيوه عد كسيا خصي بركة إني أجرجر بعد إنتي الموجود بسو مركز أفرته وجدو يو محيطان الشرعي عن كفر

وأرين كلا وها وحاسوبا من ميد ديسأسترز يجيرادين مركا شروع عن حيو أما دبتوين كأي سميان دتك وحكم ده عيو أمن الدراء حد كتب يوردك حقوق الإنسان كا دبتوين أي سوابا كحه وبيسان وحياة بحاس يا سوابا مركا اللي شيء مركا فكت عنو قدبنا اللي بده شيء يا سوابا بركة مركاس بركة وحيليهن حقوقه

دت هاوينكا دتك دا دا اي واوين يا وحي ان باهيا اي قبان اه سي اه تحدرا اما سي في ان لو فيريو او سي اه لو جوابو اه باهيا هاس يو حالدها اي كوسوغي هيين ان لا غا ورهايو او ديباتوين كاس اي قبان اه واخ لا قبطو مركا هدي انو سو لامانو شرعيغي اه كامبالا كونفيشن اها ايتوبيا سيكناتري ستيت كا هيد ودامدا صحيحا هيد haddii aan kaga soo gudubno mas-uuliyadii saarnayd aan kasoo hadalnay dowladaha saxeixay waxaa jira talaabooyin la qaaday oo sharcigan uu si faafaasan uga hadlayo in la qaada ay munaasib tahay talaabooyinka waxaa ka mida mas-uuliyadaha dowladda saaran waxaa w ka ah in dowladu steaaad a qaadaysa noqoto in lagu hortogo wax kasti oo sababaya ina dadkan barkacaan waa marka abaade

ogoog ug yii mni darawgeed islaadna gudhiisa goobo kamiana tegy oo hakaa la dejiyay yaldauaa yhadaa qof kasti oo wadankiisii uga yimiay ama uga soo gudbay xuduuda wadankaas kasoo baxay iskuna soo dhiibaadkaeisago oo ayhayso cabsidhabh ama cabsidhabh awgeed isagoo lamidabtakoorayo

شروع ده كهذا شنو يكون كل دوينهين حقوقها إليهين ويكون كل دوينهين مركا هذي أنا في برك ذاتك قحيتجا وحجر الشرع عيسى أو كهلا شرع عيسى وحلا إلى ذا بيان كقحيتياشة أو ترسيوس <applause> يكوبي طبعاً طبعاً صانة بحي لبكوني أو سجالية طبعاً بيان كأسي أسيف عفاس أنا وحلا بيان كنوع كهلا يا شروطه قفقة أو كنوع لها قحيتي أما لجسين لها لوجو قنسين لها قحيتي نمدا

وقابل <سؤال> سناري ما قحوي تجاه يداس يا دلك يتوبيا وحل سارن هنا يبارتان كوسما يسو كبعدنا شروطها ورجع يقذف كشانات مركب وقف كبوحيو وحوه هلا يا حقوق دي قحوي تنمو كواس أو قفكو إنه حق ولا يهي يتوبيا جوا مركب صدقوا رجع يقذف كصد حيلاتنات قذف كفرلاتنات صدقوا كلو حليه وقف كاس وحوه حق ولا يهي قحوي صدي

oosi awtomatialiya ayaa laga laamayaa xuquuqdii qaxootinimo u lahaa marka hadii lagu ogaado in dembiyada aan soo sheegnay inuu galay qofku ama uu wadankiisii kusoo galay lana xaqiijiyo kule inaasaa kusoo koobi lahaa xuquuqaha waajibaadka iyo waxyaabaha looga baahan yahay dadka qaxootiga dhaqangalka shuruucaha kala duwan ku saabsan xuquuqaha ay leeyihiin barakacayaasha iyo dadka qaxootigaah

qodobada ku xusan iyo waajibaadka iyo wax kasta oo looga baahan yahay inay dhaqangeliyaan dowladihii saxiixay sharcigan waxaa si faahfaasan uga hadlaya qodobka shan iyo tobnaad dowladahana ayuu mas-uul ka saaran yahay yuuleyahaarintaada aad usoo jeedinlahayd qaybaha kala duwan khuseyso dhaqangalkooda barkacayaaa iyo dadka qoxootigdhamaan ha-adaha ay khusayso aday noqoto hay-ada nabadgelyo day noqto hay-ad cadaaladeed

fiiro gaarana in loo yeesho xuquuqaha eshuruucdu ay u damaanad qaadeenna in sidooda loo dhaqangeliyo loona ogolaado iya kana lagu wacyigeliyo oo la ogeysiiyo in xuquuqahaasi ay leeyihiin waa hagaag akhyaaray intaas waxaan kaga dhanay barnaamijkeenii toddobaadlaha ee sharciga iyo bulshada oo toddobaadkan aan kaga hadlaynay xuquuqda iyo waajibaadka barakacayaasha iyo dadka qaxootiga oyaanka ka hadlayay oo si gaarah وفافاهين شرعي وقبي هنا حمس محمد وكم إذا شرعي غنى ذا حفيز كعدد رد الدول ديان كالصومالي ذا حدو إيه بحقيقة يتدبات كحقيقة يموضوع كله وسجل أنت محمد عبد علي لأن كاميرا ذا وحاسي وده شر هل كان ودو بي وسيد ربتاي سعد حبينتو وأن معانقاس اسكت بريدكي حسن عقير دمانتو يو اسكت دبني أمان الله